رغم التحذير غرق شاب وإنقاذ 6 آخرين تسللوا ليلا لمصيف جمصة. تمكنت فرق الإنقاذ في مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية من انتشال غريق وإنقاذ 6، وذلك بعد نزولهم لمياه البحر مساء عقب إغلاق الشاطئ ونشر تحذيرات من وجود دوامات بالمياه. كان عدد من الشباب ويقيمون بقرية ميت طريف مركز ذكرنس قاموا بالنزول لمياه البحر في مصيف جمصة بعد انتهاء المواعيد الرسمية للشاطئ، وسحبتهم الدوامات المية ولقى شخص مصرعه وجرى إنقاذ الآخرين. تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطار من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ المأمور قسم شرطة جمصة بنزول 7 أشخاص لمياه المصيف جرفهم التيار. انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وجرى استدعاء فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف، وجرى انتشال لجثمان شاب يدعى محمد محمود أحمد رمضان المنسي، فيما جرى إنقاذ 6 آخرين من زملائه. أكد أحد الأشخاص اللي تم إنقاذهم إنهم اتفقوا على نزول المية بعد انتهاء مواعيد عمل الشاطئ ولعدم إجادتهم السباحة، جرفهم التيار ولقى أحدهم مصرعه غرقا.